في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل فتت عكاوي وهنعمل كمان جنبيها حاجه حلوه بالكيك الشوكولا والبسكوي. تعالوا نشوف الاول العكاوي هنبقى محتاجين ايه. رز ابيض ومعمول في السمنه البلدي يا ريت بالمستكه، انا عاملاهم جاهزاه. عكاوي انا سلقاها ومرقه العكاوي وبصل مبشور وفلفل اخضر وجزر وخل وبهارات وثوم وهريسه وصلصة وطماطم مبشورة وبطاطس. يعني انا ملقتش بيبي بوتيتو قوي، بس يعني كل ما تبقى اصغر كل ما تبقى احلى. ولبنة وعيش متحمص بالثوم والزبدة. هنبتدي بقى نشوح اول حاجة البطاطس. هنشوف هنشوحها ازاي. نجيب الزبدة، والاكلة دي بتبقى محتاجة زبدة او سمنة كتير عشان تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. هنرش فلفل اسود كده، وكمان هنحط ثوم مفروم. والبهارات بتاعتنا النهارده جوزة الطيب هنحطها برده، حاجه بسيطه كده، ونسيبها تسخن. هنسيبها تسخن وبعد كده ابتدي احط البطاطس واشوحها كويس قوي، بس اصفي البطاطس من الميه. طبعا احنا مقشرينها وحاطين عليها ميه عشان البطاطس ما تسودش. اول بس ما النار تسخن كويس هبتدي احط البطاطس وبعدين تاني خطوه هحط العكاوي. شايفين العكاوي سلقناها زي ما قلت، واحنا بنسلقها بنحط ورق لورا، مستكه، فلفل اسود، بنتبلها بصل، وعشان المرقه دي هي اللي هنستخدمها للفته عشان يبقى طعمها حلو، فلازم نسلقها في ميه ليها طعم حلو. بطاطس والبصل. البصل القورمة لما نيجي نقطعه ما نقطعش ديله قوي عشان ما يتفكش مننا، يفضل كده زي ما هو. وكل ما يكون البصل والبطاطس صغننين حجما كل ما هي تدينا شياكة اكتر. اهي ابتدت تسيح، عقبال بس ما تسخن شوية نقطع الجزر عشان برضو هنشوحه. ممكن نحط كل المكونات دي كده ني في ني وندخلها الفرن، بس انا زي ما انا متعودة معاكم انا بحب اشوح الحاجة بتدي طعم احلى. والجزر بقى من الحاجات اللي بيعسلها قوي، بيعسل الطبق ده جدا. ممكن اقطعها كده. كده قطعنا، نحط بقى البطاطس. طالما في مساحه ممكن احط الجزر. بس واسيبها بقى كده شويه لحد ما تشوح. احط البصل هنا عشان دي الخطوه اللي بعد كده. ممكن بقى واحنا مستنيين نعمل الصلصة بتاعة الفتة. اول حاجة هنحتاجها ان احنا هنحتاج نحط الزبدة ونقفل عليها كده. كده الزبدة سخنت، نبتدي بقى نحط الثوم. هيتشوح على طول. نسيبه كده يعني دقيقتين كده بالمقلب دي.
يعني الروايح طالعه جميله جدا. بس نبتدي بقى نحط الطماطم. بس ونسيبها بقى شويه لحد ما تتسبك. نجيب حبه الثوم دول نحطهم هنا ونبتدي نحط بقى البصل كمان. بس ونسيبهم شوية. تمام نبتدي بقى نحط صلصة الطماطم. والجديد بقى هنا ان احنا هنحط الهريسة. الهريسة بتدي طعم حلو جدا. احنا هنا جايبينها مش سبايسي قوي، ميدي بالظبط، يعني اللي هي ولا بتبقى عادية ولا بتبقى حراقة، بتبقى في النص، بتدي طعم حلو قوي 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 للصوص بتاعنا ده. نسيبه كده يتسبك برضو شوية لوحده وبعد كده نزود عليه الهريسة. كده تمام نحط الهريسة. نجيب الخل كده بتاعنا عشان ايه نحطه كله هنا. نسيبها كده تتسبك برضو شوية. نحط لها بس ايه شوية ملح. بس نقفل عليها بقى. نبص كده على كده اتشوحت وبقت تمام. نزود بقى عليها ايه العكاوي. نحاول نخلي العكاوي تحت. ايوه نحط كده العكاوي تحت كده تمام. نجيب بقى الطاجن. كده المرقة هنا عشان ناخد كل الصوص اللي هنا. لو ما كنتش حطيت المرقة ما كنتش هعرف اخد الايه الصوص ده. الصوص ده مهم جدا على فكرة. بس نقفلها بقى كويس وبعد كده نحطها في الفرن. وقبل ما نطلعها بحاجة بسيطة هنشيل الفويل ده خالص عشان بس البطاطس تستوي. نفتح الفرن.
ايه رايكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فتت العكاوي ونعمل كمان الكيك الشوكولاته؟ خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا نشوف بقى الحاجه الحلوه اللي هنعملها النهارده ايه. كيك بالشوكولاته وبسكويت بالشوكولاته والفانيليا وقشطه وكمان ايس كريم فواكه. اول حاجه هنعملها خالص ان احنا هنجيب كاسه كده نقدم فيها طبعا اي حاجه عندكم مفيش مشكله، عايزين تقدموها بكاسات صغيره اوكي. انا هقدمها كده انا مقطعاها على قد الكاسه بالظبط. هنكبسها بس قوي كده شويه. بص سهله جدا وحلوه قوي لما يجي لنا ضيوف ان احنا نقدمها بالذات في الصيف اللي احنا فيه ده. هي تبان انها دسمه بس مع الطبقات اللي هنحطها مش دسمتها مش هتبان. هنحط بقى القشطه عايزين نحط مع القشطه فواكه، الفيلينج بتاع التورته ده ممكن برضو نحطه يبقى لطيف يعني اللي عندكم. بس انا يعني قلت اعملها كلها شوكولاته عشان في ناس مزاجها تاكل كل حاجة بالشوكولاتة. نجيب ده بس ايه نفرفته كده. الحلو ان احنا نفتفته يبقى بيقرمش ما نطحنهوش خالص في الكبه عشان نحس الكيكه طريه والقشطه طريه والايس كريم هيبقى طري، فبتبقى لطيفه جدا لما الحاجات تبقى طريه وفي حاجه ناشفه احنا بنرقش، بيدي طعم تاني خالص على فكره. نبتدي بقى نحطها، شايفين منظرها حلو ازاي؟ بس نخليها بقى على جنب دلوقتي عشان نحط الايس كريم اخر خطوة في الحلقة عشان ايه ما يسحش معانا. نبتدي بقى نشوف الفتة، خليها كده على جنب دلوقتي. الفتة هنبقى محتاجين ايه نوضبها عقبال ما ايه ما الحاجة اللي في الفرن تخلص. اول حاجة نجيب اللبنة، يبقى كده بالباتشولا ومعاها معلقه ثوم والبصل المبشور ونقلبهم كويس قوي مع بعض. ونحط لها شوية فلفل اسود، ممكن ملح كمان عشان احنا مش حاطين ملح خالص. بس نبتدي بقى نبتدي نحط الفتة.
ده طبق كده جايبينه لطيف للعزومات عشان احنا هنعملها في عزومة. نشوف هنحتاج ايه. اول حاجة هنحطها العيش، ما نكترش من العيش قوي ولا الرز قوي، يعني ايه كل حاجة نحطها كده ايه لايرز رفيعة. تمام، نبتدي بقى ايه نحط المرقة، وبرضو المرقة ما نكترهاش قوي عشان العيش المحمص ده ما يطراش قوي، بس كفاية كده. نبتدي بقى نحط من الدريسنج بتاعنا اللي هو عبارة عن طماطم مبشورة وصلصة طماطم وتوم وهريسة، هتطلع لذيذة جدا وهتعجبكم قوي على فكرة. برضو ما نكترش قوي بحيث ان كل اللي يغرف يلاقي ايه حبة من الصوص. نحط بقى من الرز، طبعا انا ايدي نظيفة عشان كده بستخدم ايدي، انا عايزة افروله مش عايزة يبقى مكبوس. كده يبقى احنا كده عملنا اللايرز بتاعتنا، عيش وشوربه وصلصه ولبنه بالثوم والبصل، وبعد كده حطينا العكاوي بالبطاطس والجزر والبصل. فكره الاكله دي هتعجبكم جدا. هحط الصوص كده على البطاطس. ليه مش هحطها بقى على اللحمه؟ عشان في ناس بتحب تاكل العكاوي كده مش عايزه صلصه ولا عايزه حاجه، فانا ايه هعمل صلصه وفي نفس الوقت مش هاجي ناحيه اللحمة خالص. نحط كده حاجة خضرة في النص عشان تنور الطبق. العين بجد بتاكل قبل البق، لما بنشوف الحاجة شكلها حلو بنستطعمها كده قبل ما ناكلها. انا شايفة كده ان الطبق بتاعنا خلص، ابتدي اغرفه هنا احطه كده، وده كمان عشان اخر خطوه دلوقتي هنزوق الكيك بالايس كريم. انا جايبه فراوله وكراميل، يبتدي بقى نزوقه. كده يبقى خلصنا النهاردة كيكة الشوكولاتة بالايس كريم. يا رب النهاردة الاكل يكون مختلف وعجبكم، والوصفات كانت سهلة وانا بشرحها لكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.